خاز وفرازي يا كلمة غريبة جديدة ومميزة، مين كان يتخيل ان ده هيأثر على الكل؟ ده بيطير في الهوا زي شبح مش باين، والارض بتسخن، الموضوع مش هزار ده بجد. يا ولاد سمعتوا عن ده قبل كده؟ خاز وفرازي مش موجود في الكتل، ده ظالم. الجو بيتغير والجليد بيدوب، امتى تعرفوا ايه اللي بيعملوا غاز وافرازي الغريب ده؟ الدنيا ولعت والحرارة بتزيد، الغابات بتتحرق واحنا لسه ساكتين، يا ترى غاز وافرازي هيبقى في الكتب في يوم من الايام؟ يمكن ساعتها نفهم انه مش هزار غاز وافرازي، ولا يمكن يكون ليمون طعم ايه ده حامض وحاد زي عطى ليمون. هتحسك لما نعرف الاخر ان في حاجة كبيرة هنا. يا ولاد سمعتوا عن ده قبل كده؟ غاز وافرازي مش موجود في الكتل، مش تظالم. الجو بيتغير والجليد بيدوب، امتى تعرفوا ايه اللي بيعملوا غاز وافرازي الغريب ده؟ الضوء بيقل والدخان حوالينا، بنسأل نفسنا فين الدرس؟ ايه اللي هيجي بعد كده؟ هنفهم قبل ما يفوت الاوان، ولا هيكون غاز وافرازي اخر سؤال نسأله؟ يا ولاد سمعتوا عن ده قبل كده؟ غاز وافرازي مش موجود في الكتل، مش تظالم. الجو بيتغير والجليد بيدوب، امتى تعرفوا ايه اللي بيعملوا غاز وافرازي الغريب ده؟ الدنيا لسه بتدور والوقت بيجري بسرعة، مستنيين اليوم اللي غاز وافراز ياخد مكانه، وفي الوقت ده اسألوا المدرسين متترددوش، امتى هنعرف اللي بيعملوا غاز وافرازي؟